تحياتي وصباح الخير على حضراتكم في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادة الفيزياء ضمن الامتحانات التجريبية التي تجريها الوزارة على طلاب الصف الأول في التجربة الجديدة بالثانوية التراكمية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرابة 580 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوية منذ انطلاق ماراثون الاختبارات، موضحة أن هناك إقبال كبير من الطلاب على التجربة. ويشار إلى أن تجربة الثانوية العامة الجديدة قائمة على تغيير أسلوب التقييم للابتعاد بالطلاب عن ثقافة الحفظ إلى الفهم والمهارات لتحقيق نواتج التعلم التي يحتاجها سوق العمل المحلية والدولية أيضا، وتحقيق التعلم المستمر لدى الطلاب. دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل مع الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على قسم التعليم. أستاذ رفعت تحياتي لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا أستاذ هاي. مزيد من التفاصيل معك حول هذه يعني الامتحانات التجريبية التي يعني تقوم بها وزارة التربية والتعليم تحديدا للصف الأول الثانوية. زي ما أشرت يا أستاذ هاي، الامتحانات هذا العام وهذا العام فقط بالنسبة للنظام الجديد الثانوية العامة اللي هو بيقضي أن تكون الثانوية العامة ثلاث سنوات، أي المجموع تراكمي يحصل فيه الطالب على أعلى الدرجات من بين ست امتحانات، أعلى درجات في ست امتحانات من إجمالي 12 امتحان على مدى ثلاث سنوات. بمعنى أن هيبقى في كل سنة أربع امتحانات، امتحانين في الفصل الدراسي الأول وامتحانين في الفصل الدراسي الثاني في كل سنة، وبالتالي أعلى ست درجات ست امتحانات دي هيبقى مجموع الطالب في الثانوية العامة. لكن هذا العام وبشكل خاص فقط نظر لعدم تسلم الطلاب التابلت ولسه عدم تدريب المدرسين والطلاب على النظام الجديد، قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون الامتحان هذا العام بشكل تجريبي يدرب الطلاب على كيفية الإجابة على أسئلة تقيس قدرته على الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين. وبالتالي قررت وزارة التربية والتعليم أن هذا العام فقط لن يحسب عليه أي درجات لطلاب الثانوية العامة، بمعنى أنه إذا طبق النظام بعد صدور القانون الجديد، لأن لم يصدر قانون حتى الآن، قانون جديد يجعل امتحان الثانوية العامة ثلاث سنوات، احنا حضرتك دلوقتي ماشيين على النظام القديم بالقانون القديم اللي بيقر ان الثانوية العامة سنة واحدة، وبالتالي عندما تنتهي النظام القديم اللي هو طلاب سنة تانية دلوقتي وسنة تالتة، إذا صدر قانون جديد يقضي بأن الثانوية العامة تبقى ثلاث سنوات هيبدأ يحسب درجات الطالب بدءا من سنة تانية. لكن الطلاب اللي في سنة تالتة اعدادي دلوقتي اللي هيطلعوا السنة الجاية ان شاء الله في سنة اولى ثانوي لن تكون امتحاناتهم تجريبية، بل ستكون امتحانات حقيقية لها درجات اربع امتحانات في السنة زي ما اشرت بنفس النظام. يعني يا فندم صح كده؟ بنفس النظام لكن مع استخدام التابلت بقى. حضرتك دلوقتي الامتحانات حاليا ورقية، يعني كراسة اجابة واسئلة والطالب بيجاوب في كراسة الاجابة، لكن بدءا من العام القادم وبعد تسلم التابلت، من المنتظر ان يبدا تسلمه بعد بعد اجازة نص سنة ان شاء الله، يبقى بدءا من العام القادم هيبقى الامتحان من خلال التابلت. التابلت هيكون على تواصل الكترونيا مع بنك المعرفة، يدخل الطالب من خلاله على بنك المعرفة يستزيد من المعلومات التفصيلية في أي درس يشرح له في المدرسة، ثم يأتي له امتحان عند تحديد موعد الامتحان من قبل المدرسة مع الوزارة، يأتي إلكترونيا من بنك الأسئلة في الوزارة على المدرسة مباشرة، لأن بدءا من العام القادم
وحساب درجات الامتحانات بتاعه الثانويه العامه لن يكون هناك امتحان عام على مستوى الجمهوريه مثلما هو موجود الان في النظام القديم الثانويه العامه بتاع سنه ثالثه. طيب تاهيل الطلاب والمعلمين لهذه العمليه الجديده او التجريبيه يعني ماذا عنها؟ شوف اكون صريح مع حضرتك، هناك نوع من عدم الفهم لدى كثير من اولياء الامور والمدرسين والطلاب ايضا للتجربه، ان حاجه تجربه جديده بالنسبه لهم. سبب عدم تطبيق التجربه بشكل حقيقي بدءا من هذا العام وخلوها مجال تجريبي وليس درجات، ان المدرسين لم يتدربوا عليها مع بدايه العام الدراسي، ولا الطلاب لم يتدربوا عليها، حتى ان بعض الطلاب يعني قرر الا يدخل هذا الامتحان. نعم هي نسبه قليله، لكن وقال ما دام انا مش هاخد درجات عليها وبالتالي مش طب ما هي دي مشكله، مش هخش الامتحان يعني دي مشكله مش نظام صغيره جديد. لا نظام جديد لسه يعني ما تمش استيعاب الهدف الاساسي منه، زائد ان الوزاره قررت ان يكون هذا الامتحان التجريبي يسمح للطالب ان يدخل الامتحان ومعاه الكتاب، كتاب مفتوح بنظام الاوبن بوك. فالبعض استهجن تماما، قال طب انا داخل ازاي امتحان ومعايا الكتاب؟ لا انا بدي لك عدد اسئله كبير لو انت اعتمدت ان كل، لو انت مش مذاكر كطالب بقى واعتمدت ان كل سؤال تفتح الكتاب عشان تبحث عن اجابته، الوقت هيضيع منك ولن تستطيع الاجابه بشكل جيد. لكن الطالب المذاكر واللي فاهم وده الهدف من تطبيق التجربة يبدأ يجاوب دون أن يستعين بالكتاب حتى لو كان الكتاب معه. في المرات القادمة في السنوات القادمة إن شاء الله عند تطبيق النظام بشكل حقيقي بدأ من سنة تانية لن يكون الشكل ده مطبق، لأن هيبقى امتحان إلكتروني، التابلت قدامي بجاوب عليه إلكترونيا، برسل الإجابة للوزارة، اعرف نتيجة امتحان المادة بتاعتي بعد الارسال بحوالي 5 دقائق، لان التصحيح هنا الكتروني ولن يكون عن طريق مدرسين. طيب اخر نقطة معاك يعني استاذ رفعت بخصوص يعني فكرة تسريب امتحان بالكتاب المفتوح، يعني هذه الفكرة ربما تكون يعني غريبة بعض الشيء، يعني هل لديك بعض التفاصيل الجديدة بخصوص هذا الامر؟ لان عندي تفاصيل الكامله. شوفي حضرتك دلوقتي موضوع تسريب الاسئله تسريب الاجابات والاسئله قبل حدوثها ليس بجديد علينا بالنسبه للثانويه العامه، بل كان على مدى السنوات الماضيه وكان بشكل فج وكبير جدا، وبدات الوزاره تحاربه وبدات تغير في شكل الكراسه الامتحانيه وخلافه. لكن النظام الجديد اللي هو نظام الاوبن بوك واللي هو ما فيش درجات، حتى لو حدث نوع من تسريب الأسئلة، إذا كان أنا كطالب مش هيحسب لي درجات على الامتحان، وأنا كطالب داخل معايا الكتاب، والبعض الطلبة يقولي طب ما هو ممكن في طلبة كاتبين على الهوامش في الكتاب ملخص زي ما يكتب، في النهاية هو بيتعامل مع نظام مفتوح في الامتحان، سواء كان يعلم الإجابة مسبقا أو لا يعلمها، هو فترة تدريبية مؤقتة السنة دي فقط ولن تتكرر، وبالتالي لن يكون الضرر كبيرا من قول التسريب امتحانات مسبقة، لكن هي ظاهرة سلبية لا انكرها، لان مبدأ ان يتم تسريب الامتحانات قبل حدوثها بيوم ولا يومين اذا ما فيش كنترول على مكان وضع الاسئلة ثم توزيع الاسئلة على الادارات التعليمية ثم توزيعها على المدارس، وبالتالي امكانيه تسربها من السهل بمكان. استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والمشرف على قسم التعليم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.